Tash Sleiman, a digital tool expert from L.A.L, Lebanese Alternative Learning. هالفيديوز هن جزء من المدرس project ومن خلالهم رح نتعرف على different online tools وكيف نستخدمهم. بالفيديو اليوم رح نتعرف سوا على Jamboard. Jamboard works mainly as a whiteboard وبعرف من كتير teachers وstudents قدي بحبوا يستعملوه لأنه سهل منه معقد أبدا وliterally فينا نستخدمه لحيلا lesson أو activity أو learning objective عناية. Let's see how. أول شيء بدنا نعرفه أنه Jamboard موجود بقلب الجيميل سو فينا دغري نفوت عليه من خلال الجيميل أو منفوت على www.jamboard.google.com نكبس على plus sign منغير اسم الجامبورد منسميه لنقول Observations. هلأ عمالة الشمال عنا كل التولز الموجودين بالجامبورد. رح نبلش أول شيء بAdd Image. رح نشوف أنه بAdd Image فينا نحط صورة بكتير طرق وواحدة من الطرق الكتير سهلة هي من خلال جوجل سو بنكبس على جوجل Image Search وفينا نفتش على حيالة صورة موجودة على جوجل دغري وننزلها على الجامبورد بلا ما نعمل لها سيف سو مثل هون مثلا رح نشوف لنقول عم نفتش على طبيعة أو Nature فينا دغري ننقل صورة والحلو أنه فينا نغير بالصورة نقلبها نعملها Rotation فينا نصغرها نكبرها نحركها مثل ما نحن بدنا على الشاشة هلأ كمان رح نرجع نشوف البن بقلب البن في عنا أنواع من الألام يعني عنا الماركر، الهايلايتر، حتى البرش رح نشوف سوا الماركر وفينا نستخدم حيالة لون نحنا بدنا إياه كمان رح نكتب حيالة شي عليه وإذا بدنا نمحي بنستعمل الإيريزر لنمحي رح فرجيكم كمان غير الماركر يلي هو البرش بس لفرجيكم كيف الفونت ببين أو الخط هلأ إذا نحنا بدنا نحط أشكال فينا نقي حيالة شكل اللي أنا بدي إياه خلينا نقول نقينا السهم الحلو أنه السهم فينا نحركه نحطه محل ما بدنا فينا نكبره فينا نصغره فينا حتى نكتب بقلبه شو منكبس على text box منكتب look here هلأ رح نحط واحدة تانية اللي هي دائرة نكتب بقلبه مثلا good morning إذا كنا عم نعطي online session أو عاملين share للscreen هلأ الحلو بالجامبورد والمعروف فيه هو الستيكي نوتس فينا نقي حيلا لون استعمله للستيكي نوتس وفينا اكتب بقلبها التعليمات اللي لازم التلاميذ يعملون سو مثلا حنكتب observe the photo write down your notices ورح نحط ستيكي نوت حتى تانية باللون الأزرق ورح نكتب مثلا write down your wonders كمان فينا نحركها ونحطها محل ما بدنا هلأ إذا بدنا نستخدم الليزر والليزر حلو لأنه إذا عم نعطي أونلاين سيشن وبدنا نضوي على شيء معين فينا نستخدم الليزر سو بنكبس بس على الليزر هلأ لنقول أنا بدي التلاميذ يشتغلوا بمجموعات على نفس الأكتيفيتي أول شيء رح نعمله رح نسمي هذا الأكتيفيتي جروب 1 واللي بنعمله هو أنه بنطلع لفوق في سهم صغير موجود على الصفحة بنكبسه بنكبس على الثلاث نقط وبنكبس دوبليكيت يعني كأنه عم نعمل نسخة جديدة منه سو هيك بصير في عنا نسختين وعلى النسخة التانية منشيل جروب 1 منحط جروب 2 نعمل سيف وبصير عنا نسختين هلا رح فرجيكم كيف فينا نستخدم جامبورد بطريقة تانية كمان سو اللي بدنا نعمله انه هون عندي انا اكتيفيتي اوريدي خالص حطيته كسكرين شوت سو بكبس على سيت باك جراوند وبحط ايمج بعمل براوز بنقي صورة او اكتيفيتي انا اوريدي عملته عندي على شكل صورة سو هيدا الاكتيفيتي هون الحلو فيه انه فيهم يتفاعلوا التلاميذ معه بطريقه مختلفه يلي هي بقلب الصناديق اللي موجودين في equations هن لازم يحلون بس ليشوفوا الايكويشن انا مغطيتها مثل ما شايفين باول وحده والثانيه رح فرجيكم كيف غطيتها بثالث وحده بنفوت على الهايلايتر بننقي اللون الابيض او حيلا لون بدنا اياه وبنبلش نلون الصندوق اللي نحن بدنا اياه لحتى يصير كله ملون وعصاوات بعضه ونفس الشيء بنعمل لرابع وحدة والتلاميذ بيفوتوا على الإيريزر بياخدوا المحاية وبيبلشوا يمحوا الهيدا سو مثل كأنه هنا they're scratching حتى يقدروا يحلوا الإكويجنز هيدي هي طريقة بس هيك لنخليهم يتفاعلوا أكتر معنا ونفس الشيء بتاني وحدة كمان they scratch أو بمحوها تيقدروا يشوفوا الإكويجن ويحلوها فوق رح كمان أفرجيكم طريقة تالتة في كيف فينا نستخدم فيها جامبورد بالعربي مثلا كمان رح فوت على set background ورح نقي صورة ورح حط screen shot لأكتيفيتي أنا already عملته يلي هو مثلا عن الأهداف سو الحلو بهذا الأكتيفيتي أنه الأولاد مطلوب منهم يعملوا يملأوا الفراغ بالهدف للفصل طبعا سو منفوت على الأشكال من نقي حيالة شكل بدنا إياه فينا نغير اللون ونزبط البوردرز وبننسخه على كذا مطرح سو منحط
الهدف الثاني بنحط له شكل، الهدف الثالث والهدف النهائي. وبعد بنعمل شغلة كمان، بنفوت على التكست بوكس وبنحضر لهم تكست بوك للتكست بوكس سوري للتلميذ ليقدروا يكتبوا بقلبه. سو كمان بنعمل نفس الشيء لكل الاشكال، وهيك ساعتها بس يفوتوا بيقروا التعليمات وبيعرفوا انه بدهم يملأوا الفراغ بالجواب اللي هن بدهم يحطوه. مثلا هدفي هو، وبيكفوا الجملة هن مثل ما بدهم يحطوا. رح فرجيكم الطريقة الرابعة أنا نستخدم فيها Jamboard، اللي هي من خلال Activity Word Search Activity. كمان منفوت Set Background، بنعمل Browse، مننقي Screenshot لActivity Word Puzzle ومنحطه على Jamboard، ومنستعمل Sticky Note تنكتب التعليمات. Find as many words as you can، أو حتى highlight the words that you find. مثلا لنقول الأولاد عم يتعلموا أسامي الحيوانات، سو فين يفوتوا ويستعملوا الهايلايتر حتى يلاقوا الكلمات اللي هن تعلموها، مثلا cow, pig، كمان شايفة قدامي donkey. سو هن بياخدوا الهايلايتر they highlight الكلمة اللي لقوها. هلا اذا انا بدي اعمل شير لهيدا الجامبورد، بدي انتبه لهالموضوع انه بس اعمل كوبي لينك، بدي اتاكد انه اللي معه اللينك بيقدر مش بس انه يشوف الجامبورد، بيقدر كمان يعمل ادت عليها. وهيك بعمل كوبي لللينك وببعته للتلميذ على البلاتفورم اللي انتو يوجوالي بتستعملوه، ان كان زوم، تيمز، جوجل كلاس روم، او حيالله بلاتفورم تاني. وحتى كمان فينا اعمل داونلود اس بي دي اف، وفينا اعمل سيف للجامبورد تنزل مثل كانه صوره عندي. هلا اذا انا بدي شاركها مع حدا من زملائي، ببعث لهم اللينك، بيفوتوا هنا على الايميل تبعهم، بيفتحوا اللينك، بيبين عندهم الجامبورد، بيفوتوا على الثلاث نقط، بيكبسوا ميك ا كوبي، بصير في عندهم كوبي للجامبورد. اذا بنفوت على هوم بنلاقي انه صار عندهم اثنين، اللي انا شاركتهم اياه والكوبي تبعيتهم. فيهم يعملوا ادت على هذه الكوبي ويغيروا فيها مثل ما هن بدهم. وهيك بنكون وصلنا لاخر الفيديو. Stay tuned حتى تشوفوا كيف نستخدم غير أونلاين تولز بالفيديوز الجايين.